عبقرية، نعم عبقرية. دعاني وشأني، أنتما تحسدانني لأنني أعرف الكثير. على ماذا نحسدك؟ نعم، لأني لست غبية مثلك. ماذا؟ ماذا؟ من التي ناديتها غبية؟ نعم، من؟ تلقي. يعني كيسي، هل تأذيتي؟ كيف تغضبني كتبك الغبية هذه؟ كما ترين، أنا قلت أنت غبية. كم تؤلم؟ كذا؟ أنا إليك يا كيسي. سوف تدفعين ثمن هذا. أعتقد أنك تفكر في سبب دعوتي لك إلى هنا سيد نت. للأسف نعم. أنت تعلم أنه يتعين علينا مناقشة هذا الأمر بجدية تامة واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل الأحوال. بالطبع بالطبع، إيفا ستعاقب إلى أقصى حد ممكن. لا داعي، لقد شاهدنا تسجيل الكاميرا وتبين أن هذا كان عن غير قصد. لكن لما دعوتني إذن؟ لقد دعوتك لكي أمدح إيفا. لكن كيف؟ على ماذا؟ ابنتك الصغرى هي الأفضل في صفها بأكمله، لديها أفضل الدرجات وأفضل نتائج الاختبارات. شكراً، يشرفني سماع ذلك. لذلك أود أن أقترح عليك نقل إيفا مباشرة إلى الصف التالي. لا، هذا غير ممكن. عجباً، ولماذا؟ قلت لا، انتهت المحادثة. إيفا هيا نذهب. رفاق، من كان منتبهاً لمكعب الروبيك؟ اكتبوا لنا في التعليقات. سيد نات، سيد نات، انتظر، استمع إلي من فضلك. لا أريد أن أسمع أي شيء، فكرتك غبية، يجب أن يتم التعاطف لي بطفولة حقيقية. ألا تفهم أن ابنتك متميزة؟ يجب أن تعطيها فرصة. أنا قد لا. لا تتسرع، ربما يمكنك مناقشة هذا مع والدتها واتخاذ القرار معاً. والدة إيفا ماتت في حادثة سير قبل بضع سنوات. سيدة كريستي، سامحني سامحني، لم أكن أعلم، أنا آسفة. أنا أيضاً، مع السلامة. ولكن سأفكر في شيء ما بالتأكيد. أنت، هذا مجرد كابوس فظيع. كيسي، أبي استمع. لا أريد أن أسمع أي شيء، أنتما ستعاقبان. وأنا على ماذا؟ لأنك لا ترين شيئا سوى الدراسة، أنت لازلت صغيرة جدا. إذا ماذا؟ ليس لديك حتى أصدقاء، لما لا يمكنك أن تكوني مثل طفل عادي وتعيشين طفولتك سعيدة؟ لكن بابا. لا تقاطعيني، أنت تتصرفين كالحمقى ولا ترين سوى ملابسك أبدا. لكن هذا يعجبني، هذه هي أحلامي بابا. تهمني أحلامك المجنونة، ولك يا إيفا أيضا يجب أن تتحسن. هي تحديد جدل صحيح، ثم إلى ما هذا؟ التحليل الصرفي، هذا تحليل لغوي خاص للكلمات يعتمد على تركيبها واختيار أجزائها. لما يحصل هذا لي؟ واو، تبدين رائعة كيسي. شكراً، ارتديت أول ما وقع بين يدي. أنت جادة؟ نعم، في الواقع أنا أتيت حتى أشتكي إليك. لدي توتر هكذا، لا أستطيع. المشروب بسرعة؟ نعم نعم بالطبع، بإمكانك أن تخبريني في كل شيء. أوه، ما هذا إذن؟ إنها لا تتطابق مع بلوزتي مطلقا. خذيها، أحضري غيرها بسرعة. أوه، ما هذه الخدمة؟ هراء، هذا فعلا هراء ما. يمكنكم عندما تريدون وضع آخر. إذن ماذا أردت أن تقولي لي؟ نعم، أريال، أتعلمين؟ يبدو لي أن أبي لا يفهمني على الإطلاق. نعم، يبدو أنه لا يفهمك. نعم، إنه لا يفهم كيفية هوايتي بالموضة. نعم، أنت تهتمين بالموضة عزيزتي. يقول أن يجب علي أن أدرس ولا أفكر في كل هذا. نعم، نادرا ما تفكر كيسي. وهي أعني، أنت فهمتي. مرحبا أنستاي، آسفا على المقاطعة. نعم، أنت تقاطعنا، اهدئي أنت.
أنا فقط لم أستطع تفويته مثل هذا المظهر الأنيق. ألا ترغبين في العمل عندي؟ أنا؟ أعمل عندك؟ هيا تعمل عندك؟ أنت؟ نعم نعم، أنا ناقد أزياء مشهور، وبكل سرور أدعوك إلى العمل. نعم نعم نعم، أنا موافقة، هذا هو حلم حلم حياتي كلها. أتعرف؟ آسفة، أنا مضطرة أن أرفض. لكن إن غيرت رأيك، هذه بطاقتي، اتصلي بي. لماذا رفضتي؟ كانت هذه فرصتك. أرييل، هل أنت غبية بالفعل؟ أنا أخبرتك طوال المساء عن والدي، لا يمكنني أن أوافق على هذا بسببه. هذا لطيف جدا. لطيف؟ هل أنت فاقد العقل؟ كفى، أنا لست في مزاج. هيا بنا هيا بنا هيا بنا. أعزائي الطلاب، تعرفوا على إيفا، ستكون زميلتكم في الدراسة. ماذا؟ هذه الفتاة صغيرة، إنها أقل منك بصف واحد فقط وأكثر قدرة من بعضكم هنا. حسناً، سأذهب الآن، فقط لا تسيئوا أبداً إلى زميلتكم. لا تقلقي سيدة كريستي، سأشرف على كل شيء. عظيم، إذن حسناً، أنا ذاهبة الآن. إيفا تعالي اجلسي في أي مقعد حر. تفضلي إيفا، عليك كتابة هذا الاختبار قبل نهاية الدرس، إن كان هناك شيء غير واضح اسألي. انتهيت. ماذا؟ لقد انهيت ذلك. كيف ذلك؟ حقا؟ نعم، هذا سهل جدا. سهل جدا، أنا توقفت عند السؤال الأول. السؤال الأول هو اسم المعلمة. ربما يمكنك التحقق مرة أخرى. تحققي بنفسك سيدة بيتي. لا يمكن أن يكون كل شيء صحيح. كم هو غير متوقع. أحسنت إيفا، إذا تايلر دوني، ماذا لديكما؟ أرى كل شيء كالمعتاد. إذا الجرس، يمكنكما تكون أحرار. مرحبا، جئت لالتحاق بابنتي إيفا. إنها تستعد بالفعل. سيد نيت، لدي شيء أتحدث معك. أستمع. اليوم كانت ابنتك أول من كتب اختبار التخرج. هذه نتيجة مذهلة. هذه نتيجة مذهلة لفتاة بعمرها. ماذا؟ لما حلت هذا الاختبار؟ تحدثت للمديرة كريستي وأخبرت عن رأيي في هذا الشأن. لا أريد السماع أي شيء. إذا انظر هنا. ماذا علي أن أرى هنا؟ إن لم تتمكن السيدة كريستي من إقناعك فعلي ببساطة أن أحاول. لا، لا نحتاجه. لكن لما أنت قاس هكذا؟ لا أريد أن أشرح لك. أخبري إيفا أنني أنتظرها في السيارة. هذا كابوس، إنه لا يقنع. من؟ تايلر؟ لقد رأيت اختباره التالي، هذا كابوس. لا لا، سيد نيت. هل تكلمت معه عن مسابقة المعرفة؟ نعم، لقد رفض. كيف ذلك؟ لا أفهم مطلقا ما يدور في رأسه، ولماذا لا يسمح لابنتي أن تتطور؟ لا يمكننا ترك الأمر هكذا، إيفا متميزة، يجب أن نفعل شيئا. يجب أن نجعله فخورا بها. هل تفكرين فيما أفكر؟ هل ترغبين طلب البيتزا سيدة كريستي؟ لا لا، اجلسي لو سمحتي. أعتقد أنني سأجد وظيفة ثالثة. أولى، هذه مذكرة أمي بناتي. عمري 14، اليوم أجبرتني أمي على الدراسة حتى الليل. أنام 4 ساعات، وأنا متقدمة على المنهج ب5 سنوات، وأنا متعبة جدا. عمري 25، في طريق إلى المنزل من محاضرة أخرى. أنا امرأة ناضجة، لكن أمي تتحكم في كل خطوة أقوم بها. لا يمكنني تحمل ذلك. يا لومي كابوس، دمرت تلك المدرسة زوجتي، ولن تريد المدرسة المجنونة أن تفعل الشيء نفسها مع ابنتي. يجب أن أشرب الماء والهدوء قبل أن تلاحظن بناتي في هذه الحالة. هدوء نفاق، تعرفوا هذه إيفا اليوم ستدرس معكم، تعالي اجلسي.
لماذا أتيت إلى هنا؟ تريد إهانتي؟ لماذا يجب إهانتك؟ أنت تقومين مع هذا بنفسك بامتياز. لماذا تجلس هذه الفتاة الغريبة في صفنا؟ إنها لا تفهم أي شيء. هذا الفتاة الجميلة تعرف أكثر منكم جميعاً. حقاً إيفا، ماذا يمكنها أن تعرف في هذا العمر؟ إيفا، أريني ما يمكنك القيام به. انظري، لقد قمت بالفعل بحل مثال واحد بشكل صحيح. اشرحي للصف كيف فعلتي. ولكن هذا، هيا أنا أعلم أنك تستطيعين. لا أستطيع. كفى، هيا دعوا جميعكم. إيفا أنت قلقة، أنا أفهم كل شيء، في المرة القادمة سوف تنجحي. يا له من عار، ولماذا هذه الفوضى؟ كنت أعلم أن هذه الخطة التالية لأنيسابيتي. فظيع، يا له من عار، لا أريد أن أراك هنا مرة أخرى. ماذا تفعلين هنا؟ هل تعرفي كم ثمن هذا الحذاء وهذا البيديكور؟ ها؟ آسفة يا كيسي، فعلتها بغير قصد. كم سئمت منكم أيها الفاشلون. ها؟ ما هذا؟ تبحثون هراءكم؟ هذا ليس هراء، هذه رياضيات. ها؟ هذا ما قلته أنا، ولا تجرئ على التصحيح. أنت الأكثر إثارة للشفقة، قبيحة وهابية. ماذا؟ ماذا هناك؟ والسيدة كريستي، مرحبا، تبدين رائعة. يا لها من جاكيت مذهلة، رأيتها في مكان ما في متجر للبهلة. أنت تضايقين الطلاب مرة أخرى كاسي. لا لا بالطبع لا، أنا على العكس فقط أساعدها. أليس كذلك كيتي؟ ولكن أنا، صحيحا، حقا حقا. لقد سئمت من أكاذيبك، أريد أن أرى والدك غدا في المدرسة. ماذا حدث يا سيدة بيتي؟ ربما كنا على خطأ. هل فشلت؟ لا. إيفا لا تنزعجي، هذا برنامج الدراسات العليا، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون المثال صعبا. هذا خطأ. ماذا؟ ماذا تقصدين؟ من المستحيل حل المعادلة لأنها خطأ. كيف ذلك؟ ولماذا لم تقولي ذلك في الصف؟ لأنني لم أرغب في إحراج السيدة بيتي. وهل تعرفين كيفية تصحيحها؟ هكذا تكون صحيحة. لكن إيفا، لما أحرجت نفسك أمام الصف؟ أنا أعرف الحل لنفسي حقا، لكن إذا قلت أنك أخطأتِ في المثال فستتذكر الزملاء ذلك إلى الأبد وسيشوهون سمعتك. إيفا هذا لطيف جدا، ومن المؤسف أن أختك لا تشبهك أبدا. بالحديث عن أختك، يجب علي أن أذهب. أحسنت يا إيفا. سيدة كريستي. سيد نيت، مرحبا. رأيت هذا الحطام على الأرض هنا؟ سيد نيت، لقد رأيتك حين كسرته. معذرة. لماذا دعوتني هذه المرة؟ تفضل بالجلوس. حسنا، بما أن لديك ابنتان، لدي أخبار جيدة وأخرى سيئة، بأيهما تريدني أن أبدأ؟ ماكيسي. إذن الأخبار السيئة، في الحقيقة كيسي تتنمر على زملائها. وبعد؟ لا تلتزم بقواعد اللباس، ولا تؤدي واجباتها المنزلية، وتسخر من المعلمين. يا لو من كابوس، سيدة كريستي أنا محرج للغاية، سأتحدث معها بالتأكيد. أتمنى ذلك. أيهما الجيدة؟ الجيدة، تفضل. لكن ما يكون هذا؟ هذه ابنتك، ألم تعرفها؟ ما رأنا ابنتي، لكن ماذا تفعل في هذه الجريدة؟ يجب على الجميع معرفة هذه المواهب، ألست فخورا بها على الإطلاق؟ أشعر بذلك، وأيضا أشعر أكثر بالغضب. مثل هذا الغباء، مثل هذا الهراء.
ولكن لماذا أنت ضد ذلك؟ ابنتك لديها مستقبل عظيم. هذا لا يهمني، دعيها تعيش في الحاضر وستكون طفلا سعيدا عاديا. لكنك تفهم أنها ليست طفلة عادية. أنا لا أريد أخذ طفولتي منها، كيف فعلت تلك؟ لا يهم، على الأقل دعها تذهب إلى المنافسة. سأتحدث مع كيسي عن تصرفاتها. ها أبي، أنت جئت؟ انظر، هنا نقاد الموضة يكتبون لي على الإنستغرام ويريدون التعاون معي. ولا اليوم قلت بحل مثال صعب للغاية. الجميع في المدرسة سعداء للغاية بمظهري، أنا مصممة منذ الولادة. لا أريد سماع شيء، أنتما لا تطقان. أبي استمع، أنا حقا ناجحة في هذا، هذه هي فرصتي. أنت جيدة أيضا في أحداث الفوضى في المدرسة. اليوم تحدثت مع المديرة كريستي وأخبرتني بكل شيء. وقالت لك كيف أتممت المهمة اليوم؟ حتى أفضل من المعلمة. لا لم تقل، لكنها ظهرت لي هذا كابوس. أنت على حق، سيرى الكثير من الناس هذا المنظر الفظيع. ليس عن هذا، كم مرة تنيفها؟ لقد أخبرتك 100 مرة لا تضغطي نفسك كثير بالدراسة. لكن تعجبني. ولا تقاطعيني عندما أتحدث أنا. لكن نفسك. لكن كم يمكنه؟ لم يمكنك الصراخ، هذا بالفعل لا يطاق. اصمتي أنت، لم أنتهي من الحديث معك. ولا تنتهي. العدوان هو رد فعل لتهديد المصالح الحيوية للفرد، وتأثيره هو القضاء على التهديد أو سببه. لذلك أنا عالية جدا بابا. هذا مجرد اشمئزاز رهيب وفظيع. 1490 الإصبع التالي. هذا مجرد نوع من الكابوس. أبونا لا يفهمنا، نحن نعيش مع نوع من الطاغية. لكن بشكل عام عرف الفيلسوفان أفلاطون وأرسطو الطاغية بأنه الشخص الذي يحكم بدون قانون باستخدام أسلوب. هيا إلى صلب الموضوع. باختصار هو ليس الطاغية، ربما أشبه بهستيري أو مجرد معتوه. نعم إنه هستيري وأحمق، من الجيد أنني أشبه. انظري ما هذا هنا. غريب، لم أرى هذا مسبقا في المنزل. هذا ليس لي. بالطبع ليس لك، هذه مفكرة ليست حقيبة تجميل. هيا افتحي. هذه مذكرات والدنا. دعينا نقرأ. لا لا يمكنك ذلك، هذا غير صحيح. إيفا لا تعرف على أي حال، أنا حقا أفتقد أمي، وهذه المذكرة نوع من التذكير بها. حسنا إذا تعالي. إذن اليوم أعطها، ستقرأي هكذا حتى الصباح. اليوم صعدت إلى 3 صفوف، أجبرتني على ذلك ماما. مثير. اليوم درست مرة أخرى حتى 5 صباحا. إذن وأنا عائدة من الندوة التالية في حالة هستيرية، لا أستطيع فعل هذا بعد. يا له من كابوس. أعتقد أننا أغبياء. ولهذا لا يريد والدنا أن تدرسي كثيرا، إنه يخشى أن يحدث لك نفس الشيء. وقد أخفى عنا هذا السر لسنوات عديدة، كم أشعر بالخجل الآن. إيفا حتى أني أشعر بالخجل منك. هاي أنت لست أفضل، ربما لا تدرسين كثيرا لكن أنت تزعجينا. أنت على حق، دعينا لا نفعل هذا. نعم إنه يستحق الشعور بالارتياح بعد كل هذه السنوات. ماذا إذن؟ هل يجب علي أن أتعلم؟ لكن أين هي؟ لقد ألحق. وأخيرا إذن أمسكي هنا جميع الواجبات التي لم تعمليها طوال العام. يا إلهي لا أصدق، كيف فعلت كل هذا في ليلة واحدة؟ في ليلة واحدة؟ لقد فعلت هذا في طريقي للمدرسة. قوية. إذن هيا أركضي، السيدة بيتي ستأتي قريبا. شكرا لك. بالمناسبة إيفا. ماذا؟ إيفا أنا آسفة على تصرفي طوال هذا الوقت، أنا فقط كنت أحسدك من مدى ذكائك. وأنت سامحيني، أنا كنت أحسدك طوال الوقت لكن أنت تفهمين. أنا أعلم أنني رائعة. وداعا هيا.
لقد أحدثتك مجموعة من الاختبارات من الثانوية، أتطلع أن تحليها جميعا. لا سيدة بيتي، أنت تريدين حلها وحدك؟ كنت أعرف ذلك، أحسنت أنت. لا، لا أستطيع حلها على الإطلاق. كيف ذلك؟ لماذا؟ أنا فكرت وقررت أنني لا أريد تجاوز البرنامج، أريد أن يستمر كل شيء كالمعتاد سيدة بيتي. أنت متأكدة؟ كما قال مارتن لوثر كينغ، يجب استخدام الوقت بشكل إبداعي، وفهم دائماً أن أي وقت هو فرصة للأشياء العظيمة. لكن ربما تعرفين ذلك بنفسك. نعم نعم بالطبع أعرف. لهذا هذا هو قراري النهائي سيدة بيتي. حسناً، في هذه الحالة أنا أحترم قرارك مهما كان، لكن لا يزال عليك أن تتعلمي. تفضلي. مرحبا فتيات، كيف يومكما؟ لا بأس بابا، لقد نجحت في الاختبار. هذا حقا مدهش، كيسي يا ترين، يمكنك ان اخترت ذلك. نعم اذا اردت ذلك بابا. وكيف حالك؟ فالامور بخير، لا احد يزعجك؟ نعم بابا كل شيء بخير. اذا في اي صف تعلمت اليوم؟ في صفي بابا هنا. احسنت، جعلتموني سعيدا اليوم فتيات. نعم بابا، نحن قررنا أننا سنرضيك دائماً. لقد أدركنا أننا كنا مخطئين، سامحنا أبي. بالطبع أسامحكما، المهم أنكما تغيرتما وكل شيء سيكون بخير. نعم نعم بابا. دعونا نذهب لتناول المثلجة لهذا السبب، لم نفعل ذلك منذ فترة. آخر مرة كانت أمي معنا. نعم كانت تتناول دائماً الآيس كريم بالشوكولاتة والكثير الكثير من مربى الشوكولا. إني أشتاق إليها كثيراً. أفتقدها كذلك، لكن علينا أن نعيش قدماً، هيا بنا. لا أريد ذلك حقاً. نعم وأنا لست في مزاج جيد. من الأفضل هيا بنا إلى المنزل. فتيات ماذا بكما؟ هذا نشاطنا المفضل معاً. مرة أخرى بابا. بالرغم أنني أتبع الحمية. أنا لا أفهم شيئاً. أما هذا هنا؟ المنافسة المعرفية مجددا. هيفا سأنتو ميكي، تعالي هنا. لماذا تصرخ مرة أخرى؟ هل تعلم حتى أن قساوة الوالدين تؤدي إلى تفاقم عمل الدماغ ونظام القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تؤدي إلى السمنة؟ هيفا لا تتذاكي، ما هذا إذن؟ هل تفعلين هذا الورق مجددا؟ لا، السيدة كريستي أعطتني هذا منذ أسبوع لكني رفضت. لا تكذبي علي. هذا صدقا. وأنت لما واقفة؟ هل تخفين أيضاً سراً في ورائك؟ لا أبي، لن نفعل ذلك بصراحة. لما غيرتما رأيكما فجأة؟ لأننا نعرف كل شيء. كيسي لا حاجة. لا، سأقول كل شيء حتى يتوقف عن إزعاجنا. لقد وجدنا مذكرة أمي. ماذا؟ أي مذكرة؟ لم يكن لديها أي مذكرة. بابا لا تكذب، لقد وجدناها في غرفة المعيشة على الأرض وقرأنا كل شيء. إلهي يا لي من عجوز غبي، كيف أمكنني تركه هناك؟ بابا نحن نعلم أن ماما ماتت بسبب التوتر. نعلم أن جدتنا أجبرتها على الدراسة وعذبتها بذلك. نعم والآن أفهم سبب معارضتك لدراستي. هذا صحيح، لا أريد نفس المصير لك إيفا، أريدك أن تكبري كطفلة سعيدة. ولكنني أشعر بالسعادة عندما أدرس. ماذا؟ أنا لم أجبر نفسي على فعل هذا أبدا، هذا في الواقع ما يسعدني حقا. لكن لما لم تخبريني بذلك من قبل؟ كيف يمكنني أن أخبرك بهذا إن كنت تقاطعني وتصرخ بوجهي دائما؟ وأنا يعجبني. انتظري كيسي. إيفا هل أنت حقا لا تعانين من الدراسة؟ بالطبع لا، هذا هو الشيء المفضل لدي. يا لي من غبي، أنا آسف إيفا. أصبح الوقت متأخرا، لقد عدت إلى صفي والمنافسة غدا. لكن ليس اليوم، تستطيعين فعلها، يمكنك الاستعداد اليوم. هل تشك بي؟ وهكذا السؤال الأخير كم نتيجات؟ 3486 زائد 4142 7628. برافو برافو، كما أنت ذكية، فخور بك إيفا. شكرا بابا. لماذا تهتزين هكذا؟ هل بردتي؟ أمسكي سترتي.
فقد كوني حذرة، إنها برادا. حقا؟ ليست براندا بل برادا. حسنا، إذا حان الوقت للإعلان عن الفائز. من يجب أن أختار؟ أوه، كم أنا غبية، لماذا لم أحسب النقاط؟ هل ستعلني ذلك أم لا؟ ماذا تثرثرين هناك؟ يبدو أن لدى هذه الكثير من الإجابات الصحيحة، ولكن يبدو أن لهذه أيضاً سترة جميلة. دعها تكون الفائزة، والفائزة هي إيفا. هذا هو الشيك لك ب$5,000. شكراً لك. شكراً لك، شكراً جزيلاً، أنت حكم رائع. نعم نعم، نعم، شكراً لك. أنا فخورة بك يا إيفا، أتمنى أن تتذكري كم هي جيدة أختك. أتعلمين لا أتذكر شيئاً. حسناً، أنا أمزح بالطبع، سأشتري لك بلوزتان حديثة لك. والباقي؟ وبالنسبة للباقي سأشتري لنفسي روبوت نانو ضخم فائق الحداثة ب$3,000. مفهوم، لا شيء جديد. مرحبا، تريد شيئا ما؟ نعم مرحبا، أنا أتي من فرنسا ولاحظت هذه الفتاة الجميلة بهذه السترة الرائعة. السترة حقا رائعة. أنا؟ هذه الفتاة ما زالت قاصرة، ليس هناك داعي للتحدث معها. لا لا، لم تفهم، أريد أخذ وظيفة في باريس. وظيفة؟ وي، أنا أعمل كمصمم. هذه السيدة تبدو رائعة، أريدها أن تعمل معي كمصممة أزياء. هيا يا أبي، قول أن هذا مستحيل وشيء من هذا القبيل. أعتقد أنه عرض جيد ويستحق المحاولة مع ابنتي. لكن أبي، ماذا؟ هل تهيأ لي أو وثقته؟ بعد الموقف مع إيفا أدركت أنني أحتاج للاستماع إليكما، وأسمح بفعل ما تريدان. أبي، هل هذا حق؟ هل يمكنني السفر إلى باريس؟ أعتقد أن هذه فرصة عظيمة خاصة في عمرك. شكرا لك. إذن أنت موافق، يمكنني توظيف هذه الفتاة في وظيفة. بالطبع سأكون سعيدا. سعيد للغاية أننا جميعا معا مجددا. اختار المثلجات التي تريدان. أنا أريد الفراولة. وهلي بالشوكولاتة. هلي بالحليب والكثير من مربى المشمش. حسنا، $25. أوه، 25؟ أتذكر عندما كان السعر 5 قروش. إلهي، ما هذه الأسعار؟ بابا، انتظر أمسك. أوه، لماذا؟ ماذا عن الروبوت؟ أستطيع أن أفعل الروبوت بنفسي، لكن أريد مساعدتك. وهذا لك أيضا. أوه، من أين لك هذا؟ لقد اشترى الناس مني فساتين عبر الإنستغرام، وأنا لم أخبرك حتى لا تغضب. فتيات، أنتن رائعتان، أحبكما كثيرا. ونحن نحبك أيضا. مرحبا يا أيها المشتركين الأحباء، لقد صورنا لكم هذا الفيديو الرائع اليوم. أتمنى أن أعجبكم حقا كما هو الحال دائما. اكتبوا في التعليقات كيف أعجبكم. اشتركوا فورا، اضغطوا الإعجاب، اضغطوا الجرس، وارسلوا لجميع الأصدقاء. لقد شاهدتم فيديو عن شقيقتين مختلفتين تماما، شخصيتين مختلفتين، ومظهرين مختلفين، والقاسم المشترك بينهما هو أنهما موهوبتان للغاية. ونحن نعلم أنه بين المشتركين لدينا عدد كبير من الموهوبين. بالتأكيد، الجميع موهوبون. ونحن يهمنا أي مواهب لديكم. من فضلكم اكتبوا في التعليقات ما هي مواهبكم وسوف نقرأها. ربما تكتبون ماذا تفعلون بعد المدرسة، وبدلا من المدرسة ربما تتغيبون. من نعم، الأفضل عدم الغياب. كيف تدرسون عموما، لكن إذا لم يعجبكم فاكتبوا ما تفعلونه بدلا من المدرسة، ربما لديكم نوعا من الترفيه. أو على سبيل المثال، إذا لم يكن لديكم وقتا لشيء ما لكن لديكم رغبة قوية لفعل شيء ما، اكتبوا ما هي الفعالية ستكون وكيف تريدون أن يحدث، وبشكل عام فقط هوايتكم المرغوبة. وأخبرونا أيضاً ببعض القصص المدرسية المثيرة، نريد أن نلهمكم ونهدي ذلك الفيديو الجديد لشخص ما. نعم، ربما شيء مضحك أو ربما شيء محزن أيضاً. ربما يتعلق هذا بموهبتكم مع معلمي المدرسة. أكبر عدد ممكن من القصص المختلفة، وربما نختار بعضها ونستمد للإلهام منها.
أعتقد أنه سيكون مثيراً وتنتظرون ذلك لأننا نحن في الانتظار. كثيراً كثيراً. انزلوا بسرعة واكتبوا في التعليقات. بقدر الإمكان وسوف ننتظر لهذا. 3 2 1. هذا قليل. 3 آخرين. 3 2 1. بالتأكيد كان الوقت كافياً لديكم. لا بحاجة للمزيد من الوقت. 3 4 5 3 2 1. لقد كتبوا الآن بالتأكيد 100%. سوف نتحقق من ذلك. بالطبع. والآن نعم. نعم رفاق، بعد هذا العمل الذي قمتم به وقمنا به معا، ننتقل لمشاهدة والاستمتاع بمقاطعنا المضحكة. أنت بدأتي بيتي بيتي، أنت بدأتي. مقطع تيم تين هنا. هو شكرا شكرا جزيلا، أنت قضية رائعة. نعم. محتالة. وي، أنا أعمل كمصمم أزياء رائع أزياء.